قلبي نشف. كنت بغلط بمزاجي، حتى الأقرب الناس ليا. هو انت يا رحي؟ خلاص يا ايه، الكلام ده ملوش لزوم، انا مسامحة السهولة دي. طب وحقك واحلامك اللي انا بوظتهولك؟ انا راضية، لو ما سامحتش يعني هاخد ايه؟ هستفيد ايه؟ عايزاني استنى لك الفرصة عشان ارد لك فيها اللي عملتيه فيا يعني يا ايه؟ أنا مش كده، ولا عمري هكون كده. الدنيا مش مستاهلة يا إيه، الدنيا أتفه من كده بكتير. أديكي شفتي أحمد راح من وسطينا في يوم وليلة. لو قعدت أقول لك حقك عليا من هنا لنهاية الخلق ما يكفيش يا زين. ليه يا نصر؟ هو كان حصل ايه ده كله؟ حصل كتير والنفس شيالة. بالمحبة يا نصر، الحلو اللي بينا اكتر من المر. ما تحقيش نفسك، انا المحبوب، أنا اللي فتحت صدري على الدنيا ومشيت في سكة الشر. بس عمرك ما جيت علي منك يا زين. عشان عمر اللي أذاني ما كان مني. بس يمكن لو كان في حد فكر فيك ويأذيني. أذيتك كتير وما عملتش حاجة. كنت أحن عليا من روحي. كان ممكن تخلص عليا. إلا أنت يا نصر. إحنا طلعنا في الدنيا دي من جدر واحد. الفرحة ما كنتش بحسها غير لما بحكيها لك، والزعلة ما كنتش بتروح مني غير لما بتطبطبي عليا وتقولي لي هون عليك يا سيد. لما أمي ماتت جريت عليك وبصيت في وشك، القهرة هديت والقلب ارتاح. وأنا اللي كنت فاكرك بتضحك في وشي عشان تقاسيني خفف عليا فرق. يوميا اطمنت على اخواتي وهم في حضنك، عشان كده بعد اللي جرى ما بيننا انا وانتي كنت عارف ان نصر راجع. كفايه بقى يا زين، يا ريتك ذبحتني وانا كنت عشت ساعه بذنبك. ذنب انا مسامح فيه. ولك كانت مصر راحت. بكفايه اللي راحوا يا اختي. حبيبي يا اخوي، اقعد اقعد يا سيد. قبل اي كلام انا جاي اعمل الواجب بيا في حياتك. اسمع معلم فودة، اوعى تفتكر جوازك من نصرة هيفكرك ان انت بقيت واحد مننا وتاخد العزا بتاعه. نصرة طالب، نصرة طالب يا زي، وريت هتوصلها لحد عندها. يا سيد نصرة جدرها في البيت ده لو اتقطعت منه تقبل وتموت. ماشي يا معلم فودة، يبقى احنا كده اللي بينا خلص. اللي بينا كتير يا زين، ما يخلص كده. بقى في حياتك زعلي.
تزعليش مني يا اختي، انا عارفه ان لساك شايله. معلش انا بحب قالك ورحمه عيون احمد لحظه عليك دي. الهوى يا نصره، وفي يوم زي ده عايزه ترضيني؟ ده انا المفروض اجي اراضيكي واشيل من عليكي كمان. اوعي تقولي كده تاني. يعني انت مزعلانه مني؟ وده سؤال برضك؟ ده انت اختي، ماليش غيرك في الدنيا كلها. انا كنت تايهه من غيرك يا بنت. معرفش يا اختي انا بعمل في نفسي كده ليه، ولا بعمل كده ليه في اللي حواليا. احمدي ربنا ان انت خلصت منه من غير اي منهد. هي ما راحت لحالها وجات الاسود منها. احمد وجعني، وجعني قوي. جنب النبي ان شاء الله، ادعي له وهايام تصبرنا. يا اختي ربنا بيهون علينا. قولي لي سيد عامل ايه؟ سيد ملوش نصيب يكون له طرحه مني يا نصر. يعني اختك كبر يا اختي، ماليش اسمه في زرعه من صلب اخوك تطرح في بطن. بس يا اختي بس صلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اوه سيد عارف، اوعي بنتي تكون زعلك ولا حاجه. يا ريته كان قال لي ما تلزمنيش يا ميسا، لكن ده خدني في حضنه قال لي دنيا لو مش منك ما يلزمنيش. قطع قلبي يا اختي، اصفى عمره وعمر ابوه في الدنيا كلها. يا اختي تعالي يا حبيبي. تفضل يا صلاح، سيد هيجي لك حالا. أنا غلطت في حياتي كتير، وعمري ما حسبت نفسي على غلط ولا كان فارق معايا إلا اللي عملته معاك يا رحاب. عمري ما أسامح نفسي عليه. أنا لما جيت لك يا صلاح جيت لك عشان أشكرك. اللي أنت عملته معايا ده خليها ترجع لنا من تاني. أنا لما اخترت اخترت غلط. اخترت اللي مش شبهي. وسبت اللي شبهي. جرحت يا صلاح، ده محتاج وقت طويل قوي عشان يتداوى. ايام، شهور، يمكن سنين. حتى لو سنين هستناك يا بنت الناس. لما تلعب باللي بيجي له مالك؟ العب يا حمامه، انا تعبت، كل ده ظهر، انا مش عارف بنلعب طاوله ولا مكعبات ولا ايه. طب العب بس. دوسه كده يبقى العشر راحت.
يا ابن الحرام. ماشي يا عم، حظك ماشي. بكره بقى تبقى ظبوط قد الدنيا وتعلق دبول لمؤاخذه تبقى عمهم. لا انا عمهم وجدهم وستهم من دلوقتي. وانت صدقت حوار الدبوره والمصلحه دي؟ ده كله هاتش، كله في الهري يعني. ماشي يا جدع انا معاك، بس الظابط برضه قيمه على دماغنا. بس اقول لك، الامن هم الاصل، هم اللي مدورينها وهم رمانة الميزان. كل الرتب دي والبشوات من غيرنا يتسوحوا. الخريطة هنا. طب كرامة بقى للخريطة، عايزك تحس لأخوك الطيب على مطرح متر في متر. بس في المداري. بس كده؟ غالي والطلب رخيص. هو مش رخيص قوي يعني، هيبقى مهره غالي شوية.